اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج كلام في الميديا فقره مهمه، لان احنا بالتاكيد بنناقش بقى كل الاخبار اللي قلناها في الانترو، سواء اخبار النادي الاهلي، الاخبار المحليه، الاخبار العالميه، اخبار محترفينا مع اسره النقد الرياضي والزملاء الصحفيين في الفقره الحواريه من كلام في الميديا. النهارده بيشرفني كاتب صحفي طبعا شاب زميل متميز الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي. استاذ محمد منورنا ومشرفنا. الشرف ليا يا محمد، انا مبسوط ان انا موجود معاك وموجود على قناه الاهلي. اكيد الشرف لينا. طيب متابعتك بقى لما يحدث في الكره المصريه في الفتره الحاليه، خلاص اغلقنا ملف البطوله الافريقيه كان 2019 بكل ايجابياتها وبكل سلبياتها، سلبياتها فيما يتعلق بمنتخب مصر، لكن ايجابياتها الحمد لله التنظيم رائع، مصر نجحت في امور كتيره جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياحي، على المستوى الفني، على المستوى البنيه التحتيه، كل حاجه كانت ناجحه. رصدت ازاي فتره نهايه الكان مع ارتباط الشعب المصري او جمهور الكره تحديدا بقى بعوده المسابقات المحليه خلال الفتره القادمه؟ طبعا خليني اقول ان احنا مش عايزين نقفل الملف. ملف ايه؟ ملف بطوله افريقيا بالنسبه للمنتخب، بالنسبه للايجابيات والسلبيات. تمام. عايزين الايجابيات نستفيد بيها نشتغل عليها في الفتره اللي جايه. يعني احنا عندنا تنظيم، يعني بصراحه يعني احنا عملنا تنظيم رائع جدا في كل الاصعده في البطوله. تمام. احنا كان عندنا وقت قصير جدا قدرنا نشتغل فيه بصوره رائعه على الملاعب بتاعتنا. شفنا حاجه بصراحه احنا كمصريين كنا فخورين جدا بيها، وشفنا السعاده والبرده والانبهار في عيون ضيوفنا الافارقه والعرب اللي كانوا موجودين. طبعا باحتكاكنا مع الصحفيين الافارقه والعرب، لا كان في انبهار كبير جدا بازاي مصر ايجابيه جدا. أوه. ورائعه، يعني بصراحه الواحد كان بيبقى سعيد جدا. صح. وهو بيسمع ويشوف ردود الفعل بالنسبه للملاعب، بالنسبه للفنادق، بالنسبه للطرق، بالنسبه للبنيه التحتيه في مصر، الملاعب التدريب حتى اللي ما ظهرتش في المباريات او الكلام ده، كان في انبهار بيها. كفايه ان احنا عندنا 24 ملعب تدريب ل 24 منتخب، دي ما حصلتش في اي بطوله افريقيه قبل كده ان 24 منتخب يكونوا موجودين وكل منتخب ملعب تدريب خاص بيه. يعني انا يمكن في الوقت اللي هو عايزه، في اي وقت هو عايزه موجود الملعب ده بتاعه. يعني يمكن انا رحت كذا ملعب تدريب، تابعت منتخبات كتير في البطوله سواء هنا في القاهره او في محافظات ثانيه. لا الناس مبسوطه جدا، حتى المنتخبات مبسوطه جدا ان الملعب ده بتاعهم، كان في ارتباط بيه، كان في ارتباط نفسي بالملعب، مبسوطين ان هم بيتدربوا في اي وقت، يبقى في سريه في موضوع التدريبات. المتطوعين والشغل اللي حصل بالنسبه ليهم وتسهيل مهمه، ده دول اهم مكسب. يعني بصراحة تسهيل مهمه الوفود المشاركه سواء منتخبات او سواء اعلاميين او سواء جمهور، حاجه بصراحه كانت رائعه جدا. كلامي بقى ان احنا ما نقفلش الملف، احنا نبني على ده، احنا نقدر نعمل حاجات حلوه قوي في مسابقاتنا. صح. احنا نقدر نشتغل برضه، منسينا نتكلم عن موضوع تذكرتي وشركه تذكرتي ونظام دخول الجمهور وخروجها اللي كنا شايفينه بصراحه حاجه تضاهي الحاجات الاوروبيه او النظام الاوروبي. مصر امكانياتها كبيره سواء الامكانيات البشريه، يمكن احنا ما لحقناش موضوع ترقيم الكراسي، ولكن النظام اللي كان معمول في دخول وخروج الجمهور وشراء التذاكر والفان اي دي اللي اتعمل في وقت قياسي، ده شيء طبعا لازم نبني عليه، لازم ما نقفلش الملف ده. على الجانب الثاني، قبل ما نخش للجانب الثاني، الجزء الايجابي ده ممكن نطبقه على المسابقات المحليه الفتره الجايه، ده اللي انا بتكلم فيه. يعني جزء الفرق دي او تذكرتي الاهلي اصلا عامله كمان في مساله مبارياته في قاعده البيانات، في قاعدة موجوده البيانات، وفي حجز تذاكر من خلال سيستم قاعده البيانات. لكن المتطوعين كمان انا مش عايز اقفل المتطوعين، شباب زي الورد بالزبط. نستفيد بيهم في المباريات المحليه ويكونوا من خلال عمل مع شركه او مع رابطه دوري المحترفين. يعني رابطه دوري المحترفين لما يتم انشائها خلال الفتره القادمه تعتمد على المتطوعين دول ان هم ينضموا لشركه تكون مسؤوله عن دخول الجمهور ودخول الاعلام والتنظيم داخل الملعب. الشركه اوريدي موجوده، والشركه موجوده وتابعه للدوله، اكيد فاكيد الموضوع مش هيبقى صعب. سهل. وغفلنا برضو، كان في شركه برضو امن خاصه، مش خاصه يعني قطاع خاص، لا كانت تابعه للدوله برضو، شركه طيب. افريقيا الامن برضو ممكن برضو نبني على الفكره دي، يبقى الامن اللي جوه الملاعب كله امن مدني بشكل محترم، كان في تفتيش كويس جدا، كان في نظام كويس جدا. أكيد. وفي نفس الوقت بتتم الامور بسلاسه وبسهوله وبيسر. طيب الجزء بقى الثاني المنتخب، الجزء السلبي برضه ما يتقفلش، احنا لا احنا محتاجين ده بالذات ما يتقفلش، محتاجين نشوف بقى ايه اللي حصل، محتاجين نعرف، محتاجين حساب. طبعا تمت استقالات وتمت اقاله جهاز فني واستقالات لاتحاد الكوره، ولكن ما نوقفش عند كده، لازم احنا قدامنا ارتباطات كتير قدام، ده خلاص كمان منتخب منتخب مصر في بطولتين داخل تصفياتهم سواء افريقيا او كاس العالم 2022، فاحنا مطالبين ان احنا يبقى في اسراع في الخطوات شويه بالنسبه لهيكله الاداره الكرويه في مصر. تمام. احنا عندنا الاداره الكرويه في مصر محتاجه شغل يعني احترافي شويه، محتاجه مجلس اداره محترف شويه.
يشتغل قد ايه؟ محتاجه تفرغ شويه. لا احنا محتاجين الكلام ده بسرعه، محتاجين نحط الاساس الاول والنظام الاول بعيدا عن الاسامي الاشخاص. احنا بتكلم، انا ما بتكلمش على الاشخاص، احنا اهم حاجه نتكلم في الشكل العام. انا لو حطيت الشكل العام وحطيت النظام في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده صح، وشفت ايه سلبياتي وحاسبت القديم برضو، عشان انا ما اخفلش ان احنا لازم احاسب القديم لو في اي تقصير او لو في اي حاجه بالظبط طبعا مخالفه للقانون، دي طبعا دي محلها الهيئات القانونيه والجهات الرقابيه المسؤوله، هي تتولى الموضوع ده. لكن انا بتكلم دلوقتي فيما هو قادم، فيما هو قادم. لا انا الاداره دلوقتي، لان انا لو اشتغلنا على النظام القديم معلش هتيجي نفس حتى لو الاسامي اتغيرت، ولكن نفس الفكره، صفر من تاني، نفس الفكره هيتطبق، وممكن تبقى حتى اسامي بيقودها ناس تاني من بره الاتحاد. لا احنا محتاجين نغير النظام بتاعنا، محتاجين مجلس اداره محترف متفرغ. مش عايز اشوف بقى اللي كنا بنشوفه قبل كده، اللي هو عضو مجلس الاذاره ورئيس مش عارف ايه ومذيع ايه واللي هو كذا تايتل مع بعض، دول مش محتاجين نشوفها. عايزين حد متفرغ يرسم لنا خريطة او سياسة للكرة المصرية لسنين قدام، ويفعل دور اللجان ويجيب لجان محترفة بالظبط، محدش متطوع بالظبط. ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي قبل الاسامي. انا ما يهمنيش مين هيبقى لجنة مؤقتة او لجنة دائمة او انتخابات امتى او بعد 3 شهور بعد سنة بعد سنتين، ولكن النظام ده لو اتحط احنا هنمشي عليه لسنين قدام مع اختلاف الاسامي ومع اختلاف الاشخاص. محتاجين ادارة كويسة للكرة المصرية لمسابقتها كمان، يعني الادارة مش منتخبات بس، زي ما انت بتقول رابطه الانديه المحترفه ده شيء مهم جدا، ده لازم بقى يعني خلاص. لا احنا محتاجين، احنا خسرنا جداً. احنا يمكن الموسم بيتقال استثنائي او الموسم الملعبك اللي احنا فيه ولسه ما خلصش ده افرز نتيجه سلبيه بالظبط. منتخب مصر ما كانش يلاقي عناصر محليه مميزه في بتلعب في الدوري المحلي، حتى العنصر او الاثنين او الثلاثه اللي برزوا بشكل ما ما تمش استدعائهم. ما ده برضو كانت من الامور الغريبه في الاختيارات وفي مزبوط. اختيار الجهاز الفني نفسه وفي شكل القايمه والكلام ده كله. لا احنا محتاجين ناس تدير، تجيب لنا مدير فني بغض النظر بقى وطني او اجنبي، مدير فني عارف احنا عايزين ايه، هدفنا ايه من المنتخب، ومش شرط السيفي الكبير. لا انا ما يهمنيش البطوله دي يا محمد، اكدت ان الفكره مش بالاكبر سنا ولا بالسيفي كبير ولا درب منتخبات كبيره ولا انديه كبيره بالزبط. في مدربين مسكوا منتخبات اشتغلوا عليها 3 4 سنين عمل نتائج متميزه بالزبط. في اللي وصل لدور الثمانيه زي مدغشقر ومرتب مدرب ما يتعداش 5-6 آلاف دولار، ولاعبين بيلعبوا درجه ثانيه في فرنسا وفي تركيا وفي تونس، لكن مع ذلك عملوا منتخب قوي جدا. نفس الامر موريتانيا، نفس الامر مالي، فبالتاكيد القصه مش قصه مدرب بياخد اكتر من ده. اللي انا بتكلم فيه انت عايز ايه، هدفك ايه، انت بتجيب المدير الفني ده ليه؟ بتجيبه ياخد لك بطوله دلوقتي بعد 3 شهور أو 4 شهور وبعد كده شكرا؟ لا، دي ليها مواصفات ودي ليها اختيارات. بتجيبه يبني لك جيل او بيعمل لك لمستقبل بالتوازي مع منافسات انت داخل فيها دلوقتي في الوقت الحالي، دي ليها مواصفات. بتجيب واحد بتقول له مالكش دعوه بالمسابقات دلوقتي وانا هبني 3-4 سنين قدام، دي ليها مواصفات. انت اتكلمت عن مدغشقر ويمكن اضم عليها موريتانيا واضم عليها بنين مزبوط. الناس دي اشتغلوا، هدفهم ايه؟ هدفنا احنا بنبني جيل، احنا بنعمل شيء. احنا اول مره نشوف مدغشقر في بطوله، اول مره بنشوف موريتانيا، ولكن انبهرنا بالشكل اللي هم ظهروا بيه. ليه؟ كرة اللي ان الناس هدفهم انا ببني، انا عايز اظهر، بس هدفي دلوقتي ان انا اظهر. اذا انت مع المشروع، انا مع المشروع، مش السؤال، مش السؤال اللي هو اللي كل مره بنساله، وطني ولا اجنبي؟ وطني ولا اجنبي؟ ولو وطني يبقى كابتن حسن شحاته ولا كابتن حسام حسن، ولو اجنبي ارجع كوبر تاني. كل اللي احنا بندور فيه الفلك ده انا ما يهمنيش الاسامي دي غلط. وده غلط. انا يهمني دلوقتي مشروعي ايه، مشروعي ده الاسامي. انا بتكلم على الفكره في حد ذاتها. انا برضه انا مع احترامي كل الاسامي اللي انا قلتها كلهم مدربين محترمين، لكن انا بتكلم على الفكره. انت مشروعك ايه؟ اجيب المدرب اللي يناسب مشروعي ده بقى. المدرب ده بقى طلع وطني، طلع اجنبي، طلع افريقي، طلع عربي، انا اجيب المدرب اللي يناسبني ويناسب المرحله اللي انا فيها ويناسب المشروع والهدف اللي انا بسعى ليه. في مدربين كتير مصريين، في مدربين مصريين يصلحوا، ولكن برضو انت هدفك منهم ايه؟ كابتن حسن شحاته من الاسامي المحترمه جدا وعمل انجازات كبيره جدا، كابتن حسام حسن من المدربين الكويسين. انا مش عايز اقول اسامي، انا برضو انا لو قلت اسامي هقول كتير أسامي. في مدربين كتير في مصر، في مدربين كتير برضو اجانب. انت يعني النهارده بنتكلم في هيرفي رينر، خلاص قدم استقالته ومشي رسميا من منتخب المغرب. بس لو بحثنا في اسباب استقاله رينار من المغرب، وايه الاسباب اللي خلت رينار يظهر مع المغرب في الفتره الاخيره بالشكل ده هتخليك لا تبعد عن تفكيرك في هيرفي رينار. ما هو لازم برضو احنا كاعلام نوصل للمشاهد ايه الاسباب اللي بتدعي اي مدرب بيستقيل، او مدرب يعني هيرفي رينار من المدربين اللي كانوا موجودين في مصر الكل بيجمع عليه يا جماعه ده لو استقال هاتوه هنا هاتوه هنا هاتوه هنا، تمام؟ لكن لا، برضو لازم نتابع ونشوف الراجل ده استقال ليه، ولما استقال كانت ايجابياته وسلبياته،
لا سلبياته كانت اكبر من مشاكله. وهل يتناسب مع مشروعه؟ وهل يتناسب مع مشروعه؟ وهل طموحه اذا كان في مشروع، وهل طموحه في التوقيت ده يتناسب معاك في مصر ولا لا؟ لان ممكن هيرفي رونار من 10 سنين كان يتناسب، لكن دلوقتي لا يتناسب. بالظبط بالظبط. عشان طيب كده بنقول قبل ما اخد اجابتك عشان لسه الموضوع ده فيه تفاصيل اكتر زميلي محمد، اطلع الى فاصل، ثم بعد الفاصل اتواصل في حديثي مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ محمد السيد من الاخبار المسائي. اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال الحوار مع زميلي العزيز الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ محمد السيد بالاخبار المسائي. قصه المدرب، يعني كنا بنتكلم في فكره المدرب الوطني والاجنبي والمشروع، وانت رحت في قصه المشروع، لا احنا عايزين مدرب يشتغل على مشروع معين لفتره محدده، وكان عندنا تجارب ممكن نستفيد بيها في البطوله الافريقيه الاخيره. اتجاه الفتره الجايه، اولا اللي هيختار بقى المدرب مين؟ او المعيار اللي هيتحط، حاجه مهمه جدا، مين اللي هيختار المدرب دلوقتي؟ دي فعلا انت بتتكلم في اهم جزئيه. لازم برضو الاول ابص لاتحاد الكوره، او اتحاد الكوره هيحصل فيه ايه؟ هل هيبقى فيه لجنه؟ هل هيبقى فيه انتخابات؟ كل الكلام ده لازم برضو نقف عليه ونقف على حقيقته، ويتم الانتهاء من دراسته بسرعه عاجله وعاجله جدا، لان دي اللي هيختار. انا دلوقتي انا لو اتكلمت دلوقتي مع احترامي اللي هو ثروت سويلم دلوقتي القائم بعمل دلوقتي اتحاد الكوره بالكامل، لا مش هو اللي هيختار لي مدير فني المنتخب مصر، هو بيسير الاعمال الاداريه. بالظبط كده، فلازم يكون في دلوقتي تحرك سريع. وانا يعني عرفت ان في اتجاه ان يحصل على موافقه من الفيفا، يتم الحصول على موافقه من الفيفا لتعيين حاجه بمسمى لجنه فنيه هي اللي تقود الاتحاد الفتره دي، فتره السنه والثلاث شهور دول اللي هم استكمال طوكيو، لاستكمال مهمه المجلس ده، لان حتى لو حصل انتخابات بعد ثلاث شهور هتقعد سنه المجلس الجديد، هيقعد سنه يستكمل اقل من سنه، هيستكمل مده المجلس لغايه صيف 2020 بالظبط، يعني هنتكلم في حوالي 8 شهور او 9 شهور. بالظبط، وده طبعا هتبقى مده غير كافيه للمجلس، محدش اصلا هيترشح، هيبقى في احجام عن الترشيح في الفتره دي عشان سنه. فهو الاقرب ان يتم تشكيل لجنه او بما يسمى لجنه فنيه تتولى اتحاد الكوره في الفتره دي خلال السنه دي، يتم خلالها بقى الترتيب اللي احنا بنتكلم فيه ده للمشروع دي. طبعا هيتم اختيارها، طبعا لازم يتم اختيارها بعنايه، الاسامي اللي فيها تكون اسامي فعلا اداريا ناجحه، ما عندهاش تطلعات او ما عندهاش طموحات شخصية ليها، لا عايزه تعمل حاجه للبلد فعلا، للبلد وللكوره، عايزه تعمل حاجه للبلد، عايزه تعمل حاجه للكوره المصريه. الفتره السنه دي انها فتره مهمه جدا، احنا بنقول الفتره الانتقاليه دايما بتبني عليها لقدام وبتظبط دولاب العمل. بالظبط، لانها تقعد عليها ممكن هيبقى في لائحه جديده في خلال السنه دي، او تعديلات في لائحه الاتحاد المصري لكره القدم عشان تخلص عدد الجمعيه العموميه. بالظبط، دي طبعا من الامور المهمه جدا، انت لازم تظبط عدد اعضاء الجمعيه في اللائحه عشان على اساس ده يعني ينتخب المجلس اللي جاي. بالظبط، لازم ده يتم العمل عليه من خلال اللجنه اللي هيتم تشكيلها دي، ده شيء مهم جدا. مع احترامي لكل الانديه او مراكز الشباب اللي موجوده، ما ينفعش اداره الكره المصريه تتم بالاعدادات اللي كنا بنسمع عنها قبل كده، والاصوات اللي بتنجح ناس وبتسقط ناس، وناس ما يعني عدد الجمعيه العموميه وصل حوالي 250 260 250 لو بصيت هتلاقيهم 20 او 30 نادي هم اللي ممكن مهمين في الكوره، او ممكن نعمل تصويت نسبي، يعني انديه الدوري الممتاز الصوت بتاعها مثلا ب 10 نقاط او ب 10. لا هو الافضل دوري المحترفين، رابطه المحترفين بيتم انتخابها من الانديه المحترفه اللي واخده الشهاده من الفيفا، او واخده الرخصه من الكاف، الرخصه ان هي نادي محترف، دول اللي ينتخبوا، دول اللي يسيرون الكره هو المصريه. السؤال بما انك انت فتحت الموضوع دوت، السؤال اللي ممكن يطرحه دلوقتي واحنا بنفكر في رابطه انديه الدوري المحترفين، كم عدد انديه الدوري المصري اللي معاها بالفعل رخصه انديه محترفه عشان تلعب في الدوري او تشارك في البطولات الافريقيه؟ ده احنا الكلام ده بنتكلم فيه من كام سنه، من 3 او 4 سنين. كام نادي حصل على الرخصه، وكم نادي اصلا لو معاه رخصه بيجددها كل سنه بشكل سليم وقانوني وبيتوافق عليها من الاتحاد الافريقي بالاشتراطات بتاعتها؟ الحد الادنى على الاقل. يعني كم واحد، كم نادي؟ قليل قليل، يمكن انديه الدوري الممتاز كلها معهاش الرخصه. مع العلم عايز اقول لك على حاجه كمان، في اساسا جوه اتحاد الكوره لجنه مسؤوله عن التراخيص كان بيتولاها المهندس احمد مجاهد. بالظبط، يعني هل هو اشتغل فتره ما كان موجود على رخص الانديه يقدر يطلع يقول لنا كام نادي معاه رخصه؟ انت فتحت موضوع مهم جدا على فكره، وده متعلق برابطه الانديه المحترفه، لان لو عايزين نزير الكره صح ما ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه، ما ده اللي عايزين نشتغل عليه، ما ده اللي بتكلم عايزين نشتغل عليه الفتره دي. بالظبط، احمد مجاهد كان هو المسؤول عن رخص الانديه، ايه الدور اللي قام بيه بقى لاعتماد رخص الانديه اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز؟ نستنى كشف حساب المفروض ده اذا طلع. بالظبط، نستنى كشف حساب عن المهمه دي او الملف ده،
وبقيه الملفات، لان في ملفات تانية كتير جدا في الكره المصريه عايزين نعرف برضو يعني تم ادارتها ازاي. الموسم ده والدوري ده واللائحه بتاعت المسابقات ولائحه الاجانب اللي بنسمع فيها برضو اقاويل كتير بتتغير. ده السؤال اللي بطرحه من امبارح بعد البطوله ما انتهت يا محمد، عمال اقول في اربع استفسارات محتاجين اجابات عليهم خلال ساعات قليله مش ايام قليله. الموسم اللي جاي القايمه، هل عندك معلومات 25 و30؟ المعلومه اللي موجوده حتى الان 25 و5 مواليد 97 98. 97 اتلغت. ما هي ما عشان خاطر اتلغت انت هتختار 5 من الفريق ده والباقي طبعا هيتسرح بقى يروح انديه ثانيه. يعني نتكلم في 30 منهم 5 تحت 30 السن. 5 97 مش هيبقوا تحت السن بقى خلاص. معلومات. اه دي معلومات. لكن مش تاكيدات وما نعرفش مين هياخد القرار. ما طلعش برضه بيها بيان رسمي او قرار رسمي. القرار. ما انت دلوقتي فين اتحاد الكوره؟ ما طيب ده السؤال الثاني نتكلم فيه ثاني. طيب ما احنا بنلف في نفس الدايره. اه ما انت هترجع. طيب السؤال الثاني، اللاعبين الاجانب السنه اللي فاتت كان باربعه، كان ثلاثه وباربعه واتضم ليهم لاعب سوري ولاعب فلسطيني، واتقال ان ممكن يكون لاعب عربي ضمن لاعبي شمال افريقيا يبقى لاعب محلي. اتلغى السوري واتقال ان ممكن شمال افريقيا يتم قيد لاعب كانه لاعب محلي. قرار ولا لا. تطمينات؟ قرار. لا قرار. لا كلام ودي. كلام ودي. كلام ودي طبعا مع استقاله برضو اتحاد الكره ورحيله. ما حتى لو المجلس استقال ما في لجنه شؤون لاعبين. احنا دلوقتي معلش الامور عندنا بتدار مش يعني ما خلناش بس ايه نتكلم الامور بتدار بالحب وبناس او باشخاص. خلينا نتكلم بصراحه باشخاص، يعني الكابتن او المهندس فلان بعلاقاته هيعمل كذا. فالكابتن لو او المهندس فلان ده لو مش موجود الموضوع ده مش هيتعمل. مش هيتم بالظبط. طيب. الموضوع مش مؤسسي قوي. اصل دي حاجات اساسيه، انت بتتكلم في لائحه شؤون اللاعبين الموسم اللي جاي. انت بتتكلم طب احنا دلوقتي بنتكلم في القيد، فاضل 7 أو 8 ايام على القيد الافريقي. بالظبط. ومحدش بعت حاجه. محدش بعت فيما يخص الجزئيه دي. ومحدش اتكلم فيها ان دي المفروض ده شيء عاجل. احنا بنتكلم فيها من شهر 4. ده شيء عاجل. هل هيتم اقراره ولا مش هيتم اقراره؟ واعتقد الانديه المشاركه عندها اجانب ما يزيد عن الاربعه. وكلهم منتظرين، يعني لو احنا حتى مش هنتكلم على الاهلي بس، لا ده كل الانديه المشاركه افريقيا عندهم اكتر من لاعب اجنبي. وعلى هذا الاساس هل هيتم تسويق اللاعب الزياده ده او الاثنين لعيبه الزياده دول؟ هل هيتم بيعهم؟ كل دي امور. القايمه الافريقيه ما عندكش مشكله، لان القايمه الافريقيه لو ال 30 لاعب اللي عندك اجنبي الاتحاد الافريقي. طيب ما عندوش مشكله. ما انت لازم تأيد محلي عشان تأيد افريقي. لازم تأيد محلي. بالظبط كده. لازم تأيد محلي عشان تأيد افريقي. انا بالظبط قدامي اسبوع عشان أأيد محلي، لان مباراه الاهلي والزمالك يوم كام؟ يوم 28. القيد هيتفتح يوم 29 صباحا. 29 صباحا، والقيد الافريقي يتقفل يوم 31. يوم 31. يعني قدامك 72 ساعة. 72 ساعة تعمل فيها بقى ده لو أنت عايز تتعاقد مع لعيب أجنبي زيادة، لو طلع لك القرار، لو عايز تمشي لعيب هتمشيه في 72 ساعة، لو عايز تستغنى عن اللاعب، لو عايز تسوق لاعب، طبعًا صعب جدًا في التوقيت ده. فأعتقد إن الأندية شغالة فيهم الأهلي شغالين بالتوازي دلوقتي. وضع صعب بصراحه يعني. الاهلي شغال في الملف ده من شهر 4. الملف ده وطلع اكتر من بيان واتكلمنا في الموضوع ده في اكتر من نقطه واتقدمت شكوى وللاسف الاتحاد. انا بتكلم كمان ان الانديه دلوقتي شغاله في ملفين، وطبعا ده شيء صعب جدا في وقت انت بتحسم فيه الدوري وفي نفس الوقت بتحسم فيه مين ماشي وبتجيب مين. يعني طبعا امر صعب جدا. وانت بتفكر في بطوله، انت بتحسم دلوقتي ماتشين او ثلاث مباريات بتحسم بيها بطوله، وفي نفس الوقت عايز في نفس الاسبوع ده تاخد قرار مين ماشي ومين بيجي عشان مين يمشي. هتأثر طبعا لو الكلام ده اعلن او ظهر للعيبه او اتعلن. طبعا هيبقى في مشكله للعيب اللي هيمشي وانت عايز تعتمد عليه المباراتين دول. بالظبط. لعيب بتاعك. بالظبط. وممكن يمشي بعد المباراتين. فطبعا ده شيء من لوغاريتمات الكره المصريه. وانت في التوقيت ده كمان في لعيبه انتهت اعارتها في الدوريات الخليجيه زي حسين السيد رجع لك مثلا، موجود مؤمن زكريا، موجود عمرو جمال على قائمه الانتظار. لا يحق له الاشتراك في المباراتين دول برضه. في المباريات تمام، لكن موجودين في التدريبات. ومصيره غير معروف برضه. مصيره بالظبط. يعني هو برضه قاعد بيتمرن دلوقتي، هو ما يعرفش هو موجود. والجهاز ما يقدرش يتكلم معاه في اي حاجه لان لسه عنده مباراتين. ما ينفعش تقول له انت ماشي او ما ينفعش تقول له انت موجود معانا. امور صعبه جدا بتصعب من شغل الانديه. احنا لو وصلنا للابعد الاجهزه الفنيه، يعني ممكن الجهاز الفني نفسه ما يعرفش هو موجود بعد المباراتين ولا لا. في الفرق اللي بتكمل لسه. طب الموسم طويل جدا. طيب الجزء الثاني اللي عايز اتكلم فيه برضو بالنسبه للفتره القادمه، انت اتكلمت عن المنتخب واتكلمت على مشروع المدرب اللي جاي في فكره المشروع ده الاهم، مش فكره المدرب الوطني ولا الاجنبي، واتكلمنا عن تنظيم مصر للبطوله الافريقيه. طيب الدوري عاد من جديد، ويمكن النهارده كان في منشط مهم جدا وبصراحه دمه خفيف وظريف في الاخبار، عوده الدوري الضال. طبعا على نفس سياق الفيلم العربي عوده الابن الضال. سياق المنشط او سياق هذا العنوان في جريده الاخبار النهارده وصف مناسب جدا، وصف واقعي جدا جدا. يعني احنا بنتكلم في موسم فعلا موسم غريب،
موسم غريب في كل شيء. مظبوط. في لوائحه، في قراراته، في تأجيلاته، في كل حاجة. وأثر بالسلب على الكرة المصرية، خلينا متفقين. يعني حتى الناس كانت بتقول لا الموسم ده قوي والمنافسة فيه اشتعلت، لا الموسم ده فعلا على المستوى الفني أثر على الكرة المصرية، عمل زي ما بنقول زي ما بنتكلم دلوقتي، عمل لخبطة كبيرة جدا في كل الأندية، خصوصا الأندية اللي احنا بنعول عليها ان هي بتشارك في بطولات أفريقيا، بتجيب بطولات، بتعمل صورة للكرة المصرية، أثر عليها بشكل كبير جدا. موسم فعلا يعني أفضل وصف الدوري الضال. احنا دلوقتي بنتكلم الناس خدت 45 يوم راحة، في ناس الدوري بالنسبة لها انتهى ومشوا اللعيبة وجابوا اللعيبة. يعني لينا احنا نتكلم، بنقول مثلا أحمد علي بتاع المقاولين المفروض كان في المقاولين يعني هو يلعب، المفروض ان هو يلعب يوم الاربعاء بالظبط، لا مشي وراح شايفينه امبارح في تدريبات بيراميدز. دي برضو من الامور الغريبه، المفروض في انديه خلصت، فطبعا الانديه اللي خلصت دي بتتعاقد بقى مع لعيبه، بتمشي لعيبه، وفي ثلاث او اربع او خمس انديه لسه ما خلصوش وقاعدين 45 يوم راحه. مطلوب من فريق زي الجونه بكره ما عندوش اي حاجه محتاجها في الـ في الـ في الكوره، مشى جهازه الفني، في لعيبه تمام النهارده الماتش اهو بس الساعه 8 يعني النهارده مشى الناس كلها، مشى الجهاز الفني، جاب جهاز فني جديد، ومطلوب منه يلعب ماتش مهم لشكل الدوري والمنافسه على الدوري. والطرف بتاعه اللي هو الجونه مش عايز حاجه من المباراه، كانت تفرق كمان لو المباراه دي كانت اثناء المنافسه والجونه مع في عرض نقطه، ما ده اللي لو عايز يقعد في الدوري ده اللي احنا بنتكلم فيه. وعلى فكره الكاس ما اتقالش برده زمالك واهلي، المقاولين برده خلاص فقد المنافسه على المركز الرابع، فقد المنافسه على المركز الرابع زي ما اتكلمنا ان احمد علي مشي من عنده. فيه متغيرات كتير حصلت في ال 45 يوم الراحه دول، برده بنطلب منه ان هو يلعب مباراه، بنقول له استنى. النقط اللي قالها الاهلي انت كده بتخل مبدا تكافؤ الفرص في المسابقه، ما ده كان يعني افضل وصف. وفي ناس اتظلمت، يعني في ظلم حصل لانديه في القصه دي. يعني يمكن لو اتكلمنا عن الانديه اللي هبطت، ممكن بتروجيت كان بيشتكي مر الشكوى، هو مقدمين شكوى وقدم في مركز التسويه، ان هو ترتيب المباريات ده ظلم، هو شايف كده من وجهه نظره ان ترتيب المباريات ظلم. هو كان عايز الجونه يلعب الزمالك في وقت منافسه فيه، عشان خاطر لو الجونه هترجعنا تعصر تاني لفكره الجونه او الحرس. ما احنا ما ده واقع ولا مش واقع؟ كنا نسينا الحاجات دي حوالي حصل شهر. معلش احنا رجعنا بقى للدوري الضال تاني، مش انت اللي دخلتنا في ما خلاص احنا ساعه ولا حاجه والدوري هيرجع تاني بالظبط. ثلاث مباريات حاسمه للزمالك، مباراتين حاسمين للاهلي، بتنهي مسابقه بعد في 45 يوم. انا ما اعرفش، معلش انا نسيت دلوقتي شكل المقاولين هيبقى شكله عامل ازاي. يعني المفروض بينهي موسم، بس انا معايا جدول الدوري اهو عشان كنت ناسي برضو. لا شكله في الملعب هيبقى عامل ازاي، الاهلي هيبقى شكله عامل ازاي، الزمالك هيبقى شكله عامل ازاي. يعني المفروض الكلام ده يبقى في بدايه موسم بقى، احنا بعد بطوله افريقيا الفرق بتريح، اللعيبه الدوليه بتريح، بنبص لموسم جديد. الفرق اللي كانت بتستعد دي المفروض تستعد لموسم جديد. تخيل انت مثلا رايح معسكر في اسبانيا وهتلعب مباراه وديه، فيجي مثلا المدير الفني الفريق اللي انت هتواجهه في المباراه الوديه يقول لك بقى انت الموسم عندك هيبدا امتى؟ تقول له انا بعسكر عشان عندي ده انا عشان عندي مباراتين من الموسم اللي فات والله، بس يعني كنا اتزنقنا فيهم وهنخلصهم وان شاء الله نستعد للموسم الجديد. وبعد كده هتضطر تاني ان انت هتمشي ناس وهتجيب ناس، فعايز تعمل تاني فتره. تعرف ان ده بدنيا انت ممكن تحرق، يعني تحرق اداء اللي تحرق اللعيبه بدنيا، عشان كده بنقول في ظلم، تخلص اللعيبه بدنيا في ظلم. الانديه اللي خلصت دي استريحت قوي، خدت راحتها صح، خدت راحتها وستفت امورها. انا خايف بس يا محمد والله بامانه، الحاجات دي هي ممكن تكون تفاصيل صغيره للمسؤولين، لكن والله الحاجات دي ممكن تؤثر بشكل سلبي على المباريات الافريقيه. الحاجات دي مهمه جدا، يعني المشوار الافريقي مش بعيد على فكره. خلاص البطوله الافريقيه احنا بنتكلم ماتش التمهيدي 10 اغسطس وانطلاق دور ال 32 منتصف سبتمبر، فبنتكلم في ايام مش في شهور. بالزبط. الشكل اللي بيحصل في الدوري المصري ده والترتيبات اللي موجوده دي ممكن تاثر سلب على الانديه في البطولات الافريقيه. هو الخوف كله والمشكله كلها ان احنا ما نسمعش بقى بعد اسبوعين او ثلاثه او شهر، معلش استحملونا الموسم اللي جاي ده. لا مفيش حاجه اسمها استثنائي، معلش الاجنده اتعرفت خلاص انتهت. فين الاجنده بتاعتنا؟ الاجنده الافريقيه معروفه. لا لا ما بتكلمش على الاجنده الافريقيه، انا بتكلم يطلع لنا مسؤولين من عندنا هنا يقولوا لنا معلش الموسم اللي جاي استثنائي. اصل الاجنده الافريقيه موجوده كده حجه، عشان الموسم الاستثنائي اللي خلص طول، فالموسم اللي جاي يبقى ايه استثنائي الجزء الثاني. لا 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 ان شاء الله، لا اصل الاجنده الافريقيه اتحددت ومعروف مواعيدها، فانت تحط وتسكن مواعيدك عليها. السنه اللي فاتت اجندتنا الافريقيه معروفه. طب هو مين اللي هيصرح دلوقتي؟ الجديد. ما انا بقول لك كمان اسبوعين او شهر كده لما يحصل جديد يقولوا معلش استحملونا احنا بنبني، فالموسم ده كمان هيبقى استثناء. يعني هو في جدول للدوري؟ احنا عرفنا الجدول هيبدا امتى؟ هو طلع كده شكل تخيلي للجدول. لا تخيلي. احنا مش عايزين تخيلات. احنا كل الدوريات في العالم بما فيها الدوريات الافريقيه بتعرفت هتبدا امتى. بالظبط، الدوريات الاوروبيه كمان معروفه. انا كنادي دلوقتي انا عارف ان الدوري بتاعي هيبدا في نص سبتمبر يوم كذا،
بعمل انا حمل البدني وبعمل فتره اعدادي وبعمل مباراتي الوديه على هذا الاساس. انما انا نادي لسه هيلعب لحد يوم الاحد وبعد كده هيستنى، طب هيدي اجازته على اساس ايه؟ هيعمل فتره اعداده للموسم الجديد على اساس احنا قلنا الفتره الاعداد اللي فاتت دي عشان ماتشين، مع ان ده برضو بدنيا غلط، يعني اعمل فتره اعداد واوصل بيها الحمل بدني عشان العب مباراتين وبعد كده هدي راحه تاني وبعد كده هخش في افريقيا وبعد كده هستنى الدوري المحلي وممكن ابتدي بسوبر. احنا عارفين هنبتدي بسوبر ولا هنبتدي بكاس مصر ولا هنبتدي بدوري؟ لا ده كاس كمان الكاس فيه قصه تانية. طب احنا المعلومات دي موجوده؟ لا محدش لا يتكلم فيها. طب الانديه تشتغل ازاي؟ انا مشفق على الانديه بصراحه، ما ده مش شغل محترف كل الانديه يعني حتى ممكن الانديه الكبيره تقدر تتصرف امورها معلش، انما الانديه الصغيره دي بتعاني، الانديه الصغيره ما عندهاش امكانيات دي بتعاني. الـ 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 النادي اللي عنده بقول له تعالى معلش استناني هتلعب مباراتين او مباراه. لا وكمان في اجنده في شهر نوفمبر من 3 ل 18 نوفمبر، فتره اول اسبوع في نوفمبر او اول اسبوعين المنتخب الاولمبي عنده استعدادات للتصفيات الافريقيه المؤهله لدوري طوكيو. التصفيات دي المفروض دي هنوقف فيها الدوري. التصفيات دي في مصر. احنا نستضيف. والتصفيات هتتلعب في مصر. وهي على يعني تقدر تقول بطوله افريقيا مصغره. بطوله افريقيا الاولمبيه هي كاس الامم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه. 23 سنه تحت 23 سنه، 8 منتخبات هيتقسموا لمجموعتين هيلعبوا في ملعبين ثلاثه من ملاعب مصر استضافت فيها كاس الامم الافريقيه. نفس يعني. اجواء بطوله الامم اللي كانت في الشهر الماضي بالظبط، نفس الاجواء بس مصغره وهيتم وقف الدوري فيها. ما انت عندك لعيبه بيلعبوا في المنتخب في الاهلي وفي الزمالك وفي الانديه، كل الانديه اساسيين بيلعبوا في منتخب هيتم فيها ايقاف الدوري. فاحنا ما عندناش اجنده، ما حدش قال لنا احنا هنعمل ايه، حتى المجلس اللي استقال ده ما كانش عنده تصور للموسم اللي جاي. هو ما كانش عنده حاجه، ما كانش عنده تصور للموسم اللي جاي، وده شيء كان مهم جدا. احنا قعدنا استحملنا واتقال لنا موسم استثنائي موسم استثنائي. طب انت عملت ايه للموسم الجديد؟ كل ما كنت تيجي تكلمهم في شغلهم الاساسي يقول لك عندنا منتخب وعندنا بطوله. ايوه ماشي، ما انت عندك لجنه مسابقات، عندك لجنه شؤون لاعبين، كله بيشتغل. لا ما يقول لك عندنا بطوله افريقيه كله بيشتغل. طب يا جماعه في كذا، يقول لك في كذا. طب البطوله الافريقيه، طب الانديه، طب القيد، يقول لك ما تقلقش كل حاجه خلصانه. يعني احنا المفروض كنا بعد الموسم الاستثنائي ده او في الفتره دي كنا نشتغل على شكل الموسم الجديد شكله عامل ازاي. هيبتدي امتى، هيخلص امتى، توقفاته امتى، احط جدول. مين اللجنه اللي هتعمل ده كمان؟ احنا لجنه المسابقات موجوده. لا لجنه مسابقات بجد، مش بتكلم على شخص، انا عايز لجنه. ما هي موجوده لجنه محترفه. ما هو لجنه محترفه دي. انا عايز لجنه محترفه بس. ما دي بقى لما ما تقدير لاي حد. ما دي لما نجيب اتحاد كوره محترف، لما نجيب اتحاد كوره محترف هنجيب لجنه محترفه، هنجيب رابطه انديه محترفه، هيبقى كله محترف. انما طالما الامور ماشيه كده لجان 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 فمش هيبقى في. انا اثق ان شاء الله في القيادات الفتره القادمه ان شاء الله احنا نحسن وضع الكره المصريه. هي فرصه، هي رب ضر، هي رب ضر نافعه. يعني خروجنا ده يمكن هيخلينا ادانا كده انذار او لمبه كده بتنور لنا يا جماعه اشتغلوا على مستقبل الكره المصريه. ومصر فيها امكانيات وفي كوادر وصناعه الكره في مصر والله بتجيب فلوس كويسه جدا. يعني لو اهتمينا بالصناعه دي هيبقى مدخل مهم جدا في الدوله. طبعا احنا يمكن جربنا في شهر بطوله في مكاسب لمصر كدوله، ده اقتصاد كبيره جدا، اقتصاديه وسياسيه وكل حاجه ودبلوماسيه مع كل الدول الافارقه. احنا استفدنا كتير جدا من البطوله دي. بطوله الدوري دي لو استغنى على ان المتطوعين يكونوا موجودين ضمن شركه تبع دوري المحترفين وملاعب منظمه وتذاكر وبث فضائي وانتاج. انا مش هقول لك اعمل شركتين جداد، انا هقول لك اشتغل كمل بشركه تذكرتي وكمل بشركه افريقيا للامن. كمل بيهم وهم موجودين الناس والمتطوعين اللي موجودين دول، استفيد بخبراتهم في البطوله دي وكمل بنفس الاسلوب وبنفس السياسه بتاعه دخول الجمهور وحجز التذاكر. واعتقد ان الجمهور المصري بقى عنده وعي دلوقتي في القصه دي وبقى عنده قناعه ان انا اخش على موقع واحجز التذكره واعمل الفان اي دي سواء من خلال النادي بتاعه بقى او من خلال الشركه. لا الموضوع دلوقتي جربناه نجح بصوره ما، وصلنا لنسبه كبيره من الرضا عن التجربه دي. لا انا اكمل عليها وابني على ايجابياتها واشوف سلبياتها، لان اكيد طبعا اي تجربه ليها سلبيات، اشوف سلبياتها ايه وتلافاها الفتره اللي جايه وابتدي الموسم اللي جاي من اوله بحضور جمهور. ان احنا بصراحه الدوري المصري ما ينفعش، انا لازم يبقى في جمهور في الدوري المصري. وهتبقى انت هسوقه ازاي وهبيعه ازاي؟ لا ولو اشتغلت على كل ده انت هيبقى عندك قوه بشريه وموارد بشريه تقدر من خلال انت بتحاول بتقلل البطاله. خد المجموعات دي كلها تشتغل في المسابقات المحليه، هيبقى في مداخيل ماديه كويسه جدا. يبقى انت استغليت ان في شباب موجودين ممكن تتغلب على عنصر البطاله فيشتغلوا في الدوري. بالزبط. في مداخيل كويسه جدا، فبالتالي كره القدم في مصر بقت صناعه. حتى الصناعه دي جابت فلوس، ممكن الرابطه دي يكون ميزانيتها في السنه مليار 2 مليار. تخيل انت الدوري المصري من خلال الرابطه ومن خلال ميزانيتها توصل لمليار و2 مليار. بالزبط. صناعه ولا مش صناعه؟ تقدر. حتى فنانا محمد احنا كنا بنتكلم، احنا في جيل دلوقتي بقى له 7 أو 8 سنين ما حضرش مباريات او ما تعرضش لضغوط جماهيريه. طبعا زي الاجيال اللي في 2006 و2010 احنا دلوقتي بقينا في مدربين بيطلعوا بيقولوا احنا معلش احنا كان في ضغط جمهوري على اللاعبين عشان كده المستوى كان وحش.
تتخيل مصر او منتخب مصر يوصل ان عشان ما حسوش بنفس الاجواء. الجيل ده كله طالع بيلعب من غير جمهور. تمام. انا معايا خبر مهم جدا، لان النهارده كان في اجتماع للجنه المسابقات وتراخيص الانديه في الاتحاد الافريقي لكره القدم. جميل. ولاول مره بيرأس هذا الاجتماع احمد رئيس الاتحاد الافريقي، خاصه بعد تغيير رئيس اللجنه اللي كان وقتها كان بيتولى رئاستها طارق البشماوي التونسي. النهارده كان بيترأس هذا الاجتماع المفروض رئيس او النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي الكونغولي عماري، لكن النهارده احمد رأس هذا الاجتماع نظرا لانه اول اجتماع بعد تغيير رئيس لجنه المسابقات. النهارده كان في حدث مهم جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي، ان الكابتن محمود الخطيب النهارده كان موجود في مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم في القاهره، وشارك في اجتماع لجنه الانديه والمسابقات الاتحاد الافريقي التي عقدت اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد بالقاهره، وحضروا 15 من رؤساء الانديه والاتحادات في القاره الافريقيه، وكان النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد الذي حضر هذا الاجتماع. تناول جدول الاعمال العديد من الموضوعات الخاصه بكافه المسابقات القرويه في القاره الافريقيه وكيفيه تطويرها، وكذلك تطوير اللوائح المنظمه للبطوله الافريقيه للانديه خلال الفتره القادمه. كذلك تمت مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد تراخيص الأندية المحترفة والتي كان للأهلي تصورات عرضها لصالح كافة الأندية في القارة السمراء، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الكرة في القارة الإفريقية. خبر مهم جدا في مضمونه وفي تفصيله، لأن هذا الخبر وهذا المعنى أن النادي الأهلي هو النادي المصري الوحيد اللي كان مدعو لحضور هذا الاجتماع من قبل لجنة المسابقات والأندية في الاتحاد الإفريقي. هذا الاجتماع كان بيناقش التصورات الجديدة الخاصة بتطوير المسابقة في الفترة القادمة، سواء في الميزانيات المتعلقة بالصرف على أي فريق سيتولى استضافة الفريق الآخر، هل من الأدوار الأولى، هل من الأدوار النهائية، أيضا جزئية التراخيص والقواعد التراخيص في الفترة القادمة. والنادي الأهلي يا أستاذ محمد ليه باع طويل جدا في هذا الملف طبعا. فحديث الكابتن الخطيب ووجوده في هذا الاجتماع ده شيء بيشرف الكرة المصرية والكرة الإفريقية، وجود نجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب، بما كمان من أنه بيمثل رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبيمثل النادي الأهلي في هذا الاجتماع. تعليقك على هذا الخبر وحضور مميز، أول مرة عضو مصري أو من أندية مصرية يحضر اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، ويدلي بدلو في كيفية تطوير المسابقات للأندية الإفريقية ودور الأهلي كمان في التعامل مع قواعد تراخيص الأندية في الفترة القادمة. بص، هو ملخصة أسطورة كروية أفريقية بتمثل نادي، برضو بيمثل أسطورة نادي القرن، أسطورة نادي القرن في القارة الأفريقية، فأسطورة بتمثل أسطورة يعني بالزبط. طبعا يعني الكابتن محمود الخطيب أسطورة فنية وإدارية وكروية، وعنده خبرات كبيرة جدا في المجالات اللي بيتكلم فيها دي، الأندية والأهلي طبعا النادي يعني أكبر نادي في أفريقيا بالأرقام وبالألقاب وبكل حاجة. فطبعا ما كانش هيتم الاستعانة بيه او بخبراته او بآرائه في تطوير الشكل الاحترافي والاداري في الانديه الافريقيه، ويتم الاستعانه بخبرات النادي الاهلي اللي يمكن اكتر نادي مشارك في كاس العالم للانديه وليه باع طويل جدا في موضوع التراخيص والاطلاع على اللوائح الخارجيه في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني وفي كل الدوريات، وعنده توأمه مع انديه كبيره جدا في اوروبا. فطبعا طبيعي جدا ان يتم الاستعانه بيه في اجتماع زي ده، ان يتم الاخذ برايه في كثير من الامور المتعلقه بالتراخيص، بالارتقاء بمستوى البطولات الافريقيه حتى للانديه اللي بيشارك فيها الاهلي بصفه مستمره، وبيعتبرها الاهلي من البطولات المهمه ليه. ما هو وجود كمان الكابتن الخطيب ووجود النادي الاهلي في هذا الاجتماع، الاتحاد الافريقي عايز يستفيد بخبرات النادي الاهلي. انا بقول لك طبيعي ان هو لما يجي الاتحاد الافريقي يدور على نادي يستفيد منه، اكيد مفيش اكتر من النادي الاهلي. والنهارده ما يقرب من حوالي 15 رئيس نادي واتحاد قاري حاضرين الاجتماع، فاستفاده كبيره جدا عشان تعرف كمان الانديه ايه اللي بتواجهه في البطولات الافريقيه، فانت كلجنه مسابقات تسمع منهم عشان تتلاشى الاخطاء اللي كانت موجوده وتطور. سواء في الملاعب على فكره، عايز اقول لك برضه في جزئيه مهمه، سواء في الملاعب سواء في فنادق الاقامه، لو انت بتواجه فريق مش بيلعب في العاصمه وبيلعب في منطقه نائيه، قواعد او الحد الادنى انك ممكن تواجه هذا الفريق في البطولات الافريقيه. كلنا سافرنا افريقيا وعارفين الاجواء بالنسبه للانديه، حتى يتم النظر في لوائح البطولات دي برضه، لان فيها مشاكل زي ما انت بتتكلم. يحصل فيها تطوير لازم يتم فيها تطوير، يعني يمكن بدات باقامه النهائي او بقرار اقامه النهائي من مباراه واحده
بيتم اختيار الملعب، دي برضو محتاجه تفاصيل، محتاجه شغل الفتره الجايه. الملعب ده يتم اختياره ازاي؟ في كراسه شروط بالظبط. هيبقى في دول لو اتحاد طبعا الكلام عايز ده يقدم، هيبقى كراسه شروط للاتحاد الافريقي. وهل نادي هو اللي هيقدم ولا الاتحاد ولا اتحاد البلد؟ ما الكلام ده كله لازم يطلع في صيغه لائحه تنفيذيه للقرار ده. طبعا ده اكيد تم مناقشته النهارده في الاجتماع. اللوائح الصغيره، الانديه اللي بتلعب بتيجي قبل المباراه بيومين او بثلاثه، تمام، عايزين يلعبوا الظهر مش عايزين نلعب بالليل، عايزين نلعب في ملعب تاني، عايزين نغير الملعب. طيب، بنشوف ملاعب صعبه جدا. طيب، نروح بقى للجزء الاخير وهو متعلق بمباراه الاهلي والمقاولين العرب. مباراه مهمه جدا، الاهلي لعب عدد من المباريات الوديه في معسكر اسبانيا. مش هتكلم عن المباريات التفصيليه لان المباريات الاعداد دي بتبقى مش مقياس، والجهاز الفني بيبقى ليه استراتيجيه معينه في اداء هذه المباريات. شايف الفتره القادمه بقى اخر مباراتين في الدوري، هل ممكن الاهلي يفوزوا على المقاولين؟ واذا حصلت نتائج عكسيه في مباراه الزمالك النهارده او مباراه الاربعاء يوم يتحسم الجدول والدوري قبل مباراه الحد في نهايه المسابقه؟ طبعا بالارقام وارد ان يحصل تعثر للزمالك النهارده او يوم الاربعاء في حاله فوز الاهلي على المقاولين، وتعثر الزمالك بتعادل او هزيمه في المباراتين اللي فاضلين له، الجونه او الاسماعيلي. طبعا سيعلن الاهلي بطل الدوري قبل مباراه القمه بين الاهلي والزمالك يوم الاحد اللي جاي. ده طبعا دي شيء معروف وبنذكر بيه الناس طبعا، لان الناس نزلت موضوع النقط والمنافسه. طيب، عشان نذكر الناس والشكل ده عشان نذكر الناس، الاهلي لعب 32 مباراه عنده 74 نقطه. انا مش هقول بيراميدز، اللي بيراميدز 34 خلص الدوري ب 70 نقطه، فهو يعني على قدر الامكان بيحاول بيشوف نتائج الزمالك في الثلاث مباريات القادمه، من ضمنهم مباراه الجونه النهارده، موقفه عشان مركز ثاني او ثالث. لكن بيراميدز 70 نقطه وخلاص الدوري بالنسبه له انتهى. الزمالك 68 نقطه واقل من الاهلي مباراه، لعب 31 مباراه، النهارده مباراته مع الجونه هيتساوى مع الاهلي. الفرق دلوقتي حاليا 6 نقاط. اذا فاز الزمالك هتزداد المنافسه في يوم الاربعاء، المباراتين في توقيت واحد بالظبط، ثم مباراه القمه الاخيره. هو بص، هو الزمالك قدامه حل وحيد، يكسب التلات مباريات عشان يتوج بالدوري. الاهلي بيستنى زي ما انت قلت النهارده، ممكن لو في تعثر، مع ان ده برده المفروض. بس الاهلي برده لو كسب المباراتين الباقيين فاز بالدوري. لا ده لو كمان لو كسب المقاولين وتعادل مع الزمالك فاز بالدوري. بالظبط، لان المباراه الاولى مع الزمالك تعادل سلبيه. بالظبط. فالامور دي كلها، الحسابات دي كلها طبعا موجوده عند الجهازين الفنيين سواء في الاهلي او في الزمالك. الاهلي بيتعامل دلوقتي مع مباراه المقاولين، يعني معلومات او اللي طالع من جوه المعسكر، الاهلي بيتعامل مع مباراه المقاولين بس. ما بيبصش حتى مباراه الزمالك اللي هيحصل فيها ايه، او مش شاغل دماغه مباراه الزمالك هيحصل فيها ايه. ومش بيركز برده في مباراه القمه امام لان التعادل مع الزمالك حتى يبقى الاهلي فايز. يعني زي فرق نقطه، هيبقى فرق نقطه. فانا بقول لك فالاهلي تركيزه دلوقتي على مباراه المقاولين، مباراه مهمه جدا. يمكن كنا بنتكلم في وسط كلامنا بيقول المقاولين خلاص ما بقاش ليه طموح لمركز رابع، وما بقاش ليه خوف عليه في اي في ترتيب الدوري. ونفس الامر ولكن على فكرة. سلاح ذو حدين. انا بتكلم عن المقاولين بشكل خاص. تمام. لان المقاولين كسب الاهلي الدور الاول. مظبوط. فممكن يكون في طموح، او ده الطموح اللي موجود، ان انا اكسب الاهلي الدور الثاني، ابقى كسبته ذهاب واياب. ده حاجه تتكتب في تاريخ مشروع لاي فرقه. مشروع دي تتكتب في تاريخ نادي المقاولين العرب، ان يكسب الاهلي ذهابا وايابا، دي تبقى طبعا طموح كبير ليهم. فالسلاح ذو حدين، ان المقاولين ممكن يبقى بدون طموح منافسه أو أو, او 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 ولكن الطموح اللي موجود عندهم ان انا افوز على الاهلي، اكرر فوزي على الاهلي، اكرر تفوقي على الاهلي. الجونه، المقاولين، الاسماعيلي. الجونه والاسماعيلي منافسين للزمالك، المقاولين منافس للاهلي، ايهما اكثر طموحا لتحقيق نتيجه ايجابيه امام فريقي القمه، الاهلي والزمالك؟ هل الجونه، هل الاسماعيلي، هل المقاولين؟ ما خلينا متفقين ان الثلاثه طموحهم بالارقام وبالحسابات ما لهمش طموح. طيب، انا بكلمك على المقاولين، طموحه اللي انا قلته لك ده، يعني الفرقه اللي هتلعب ماتش كوره قوي المقاولين. المقاولين بسبب كمان اقول اقل الفرقه اللي ممكن تلعب ماتش، وفي سبب ثاني. كابتن عماد النحاس، واحد من ابناء الاهلي، مدربين محترمين جدا، ادى موسم رائع الموسم ده مع المقاولين العرب. بالظبط. فيهمه ان هو يختم الموسم برده بشكل محترم قصاد فريقه، برده يبقى شيء مميز ليه كمدير فني. الجونه اعتقد النهارده برده هيبقى عنده طموح ان هو يظهر بشكل كويس قدام الزمالك، ولكن الجونه عنده مشكله زي ما قلت لك، ان هو التغييرات فيه تمت كتير جدا، والجهاز الفني مشي، النهارده هيقود رضا شحاته كمدرب مؤقت، والمدير الفني الجديد بس بالعكس ممكن يكون في طموح عند اللعيبه، في طموح عند اللعيبه، جهاز فني جديد قاعد بيتفرج على الماتش، ولكن كل واحد عايز يقدم السياسه برده. هل الراجل اللي بيتفرج ده هيلعبوا له مجموعه ما لعبتش عشان يحدد مصيرها؟ بس ده بالنسبه للاعب، انا مش هتكلم عن الناحيه الفنيه كجهاز، انا بتكلم على اللعيب نفسه عنده تحدي يثبت وجوده لو هو فتره اختبار في ماتش زي ده، عشان الجهاز الفني لما يشوف مباراه كبيره قدام نادي الزمالك كلام جميل يعتمد عليه ويكمل. كلام جميل، بس التوليفه ما هياش نفس التوليفه كان بيلعب بيها الجونه.
اكيد هيتم الدفع بعدد حتى لو محدود من اللعيبه لتقييم مستواها عشان يتخذ بيها قرار. لان بعد الماتش ده هيبقى في قرارات بالنسبه للعيبه هتمشي بكل تاكيد. تحديد القائمه. تحديد القائمه بالزبط. بشكل كبير مين هيمشي ومين المراكز اللي انا محتاجها. بالزبط. فالحسابات دي بالنسبه للجونه هل هتطغى النهارده ولا هيلعب بنفس بقى توليفته ونفس تشكيلته؟ في ظل كمان عنده ما يقرب من حوالي 4 لاعبين معارين. فهل برضو مين منهم مكمل معاه وهيجدد اعارته ومين منهم هينتهي اعارته؟ كل دي حسابات في الجونه مخليه التركيز على المباراه باهداف كتيره جدا بالنسبه له، هو شايفها مهمه جدا. شكل القايمه، مين هيمشي، مين موجود، المدير الفني عايز يستكشف الامور في الفريق بشكل اكبر من خلال مباراه رسميه، ومباراه رسميه كبيره قدام فريق كبير في الدوري، فكل دي ليها حسابات في مباراه الجونه. الاسماعيلي طبعا مباراته مع الزمالك طبعا بالتاكيد بيبقى عايزين برضو يقدموا مباراه جيده، ولكن برضو الاسماعيلي بينقصه عناصر كتير الفتره، مقدم موسم برضو ما كانش مميز على المستوى الفني، حتى نتائجه ما كانتش كويسه. ضيف على ده ان في اكتر من لاعب ده مشي، ده عايز يمشي، ده مش هيلعب، ده مش موجود النهارده، ده غايب لظروف خاصه، ده غايب لظروف مش عايز يروح التمرين. في برضه شويه امور كده في الاسماعيلي مش متظبطه، ولكن طبعا كلنا ثقه ان كل الثلاث انديه دول سواء جونه او اسماعيلي او مقاولين هيلعبوا بكل نزاهه، بكل قوه. قدام الدوري المصري، قدام الاهلي والزمالك دي ما فيهاش جدال. في الدوري المصري كله هيلعب طبعا، ولكن انا بتكلم على ظروف فنيه لكل فريق، هل هتبقى في قوه كبيره قوي ولا لا. سؤال اخير، الحكم الاجنبي اللي هيدير مباراه القمه عندك معلومات ولا لسه؟ لان باقي اسبوع، واعتقد الاسبوع ده مده قصيره مش مده طويله. لا لسه، هم بعتوا فعلا، يعني اتحاد الكوره بعت من خلال اللي هو ثروت سويلم، بعت جوابات لاكثر من اتحاد لترشيح في اوروبا ولا في اوروبا. في اوروبا حتى كان في تفكير الاسبوع اللي فات كده ان الحكم اللي يدير النهائي نهائي افريقيا يتم الاستعانه بيه، وكان حتى الاختيار كان فيكتور جوميز اللي هو الجنوب افريقي، ولكن الاتحاد الافريقي نفسه قبل المباراه بيومين غير الحكم وغير فيكتور جوميز وجاب اليوم انيانت الكاميروني. فكان في اقتراح بالنسبه لفيكتور جوميز ان هو يحكم المباراه. تمام. استاذ محمد السيد الناقد الرياضي والكاتب الصحفي في الاخبار المسائيه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وكانت اطلاله متميزه في الاراء الصحفيه فيما يتعلق بالكره المصريه. بشكرك جدا وسعيد جدا انا كنت معك. انا سعيد بيك، ودايما تتكرر هذه اللقاءات باذن الله. شكرا جزيلا. كانت فقره مهمه جدا، اطلاله كده صحفيه مع احد زملائنا الصحفيين، كاتب صحفي وناقد رياضي في الاخبار المسائيه الاستاذ محمد السيد. ان شاء الله نتمنى التوفيق للكره المصريه خلال الفتره القادمه، عوده الدوري من جديد، العد التنازلي لانطلاق المسابقه، النهارده مباراه الجونه والزمالك، ثم مباريات يوم الاربعاء، مباراه الاهلي والمولين، الزمالك والاسماعيلي، والختام مع القمه اوائل الاسبوع القادم وختام المسابقه، ثم نفكر بقى في الاستعداد للموسم القادم سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه، والى اللقاء.